لازم نعطي فرصة للأستاذ وليد. أستاذ وليد، يعني هذه مش مجرد إيقافات ولا اعتقالات، هذه بلطجة. والله أولا أستاذ كريم أدعوك أنك تخليني نكمل فكرتي الكاملة، لأنه معناها ما تسمح ليش ما تعطينيش المجال الكافي لأوصل فكرة كاملة، وتفتح الباب لضيفك معناها باش يسيب علينا الهستيريا بتاعه من سب وبشار يعني وتخبط عشوائي وكلام معناها من هنا. طب استغل وقتك الآن يا أستاذ وليد، استغل وقتك. يلا أستاذ، لا أسمح له. بعد إذنك طول بالك. كلمة هستيريا أنا أنسحب، يعني هستيريا في التوصيف. لا، أنا تحفظ على كلمة هستيريا. من فضلك يعتذر بكلمة هستيريا. اسحبها هذه، اسحبها كلمة هستيريا. أنا ما ذكرته هو، أنا ما سميته هو. طيب، أنا ما توجهته هو. تمام، طول بالك أستاذ مقداد. يا أستاذ وليد، بس حتى نستمر بالنقاش ونفهم منكم حقيقة ما يجري في بلدكم، لأن المشاهد العربي مهتم بمعرفة مصير أول الربيع تونس. أنتم بدنا نعرف الأمور لوين رايحة، فرجاء بهدوء الآن بدون تشخيص. هو يتحدث بشكل عام، تحدث أنت بشكل عام أيضا، تفضل. من فضلك يعتذر على كلمة هستيريا. نسحبها يا أستاذ وليد لهستيريا بحق الأستاذ مقداد، نسحبها. يسحب هو كلمة عبيد بشار الأسد والكلام اللي ما عنده حتى لازمة، ونسحب أنا كلمتي. أنا ما طيب. أنا ما ذكرته باسمه. تقصد أستاذ وليد بهذا الكلام؟ أنا أحكي على طبقة موجودة في تونس. تمام، هل تقصد الأستاذ مقداد بموضوع الهستيريا يا أستاذ وليد؟ يا طبعا. لا أقصده. خلص، تعادل. إذن مش الحال هو لا يقصدك وأنت لا تقصده، مش حالنا. تفضل أستاذ وليد. يا أستاذنا، ما قلته أنه حينما وصفنا العشرية السابقة أنها عشرية سوداء، فإن أحسن تكثيف لهذا السواد هو وجود اثنين من أكبر القضاة يتراشقوا بالتهم، والتقرير يعني تفقدية وزارة العدل اللي كانت في عهد هشام المشيشي الذي يعني تدعمه حركة النهضة. هذا بداية. النقطة الثانية، تم محاولة لرسم حصانة ولو يعني معناها غير مفهومة للسياسيين، وكأنه غير ممكن مساءلة السياسيين ببساطة، لأنه خلال العشرية الماضية كان الأصل في الأشياء هو الإفلات من العقاب، ومساءلة السياسيين ورجال الأعمال هو الاستثناء. وهنا أسأل، هل كمال الطيب هو شخصية عادية في الحياة السياسية في تونس؟ أعتقد أنه ليس بالشخصية العادية، وليس بالهين يعني استقدام كمال طيف وإيقافه. النقطة الثالثة والنقطة الأهم، خلال العشرية الماضية نحن على الأقل لأقول كحزب التيار الشعبي توجهنا للقضاء التونسي فيما يتعلق بعملية اغتيال الشهيد محمد إبراهيم والشهيد شكري بالعيد، وقدمنا يعني هيئة الدفاع قدمت بعض الدلائل وقدمت بعض القرائن بأن هناك تورطا للمجموعة السياسية الحاكمة، وأعتقد أن خير دليل هو المراسلة المخابرات الأمريكية إلى وزارة الداخلية حين قالت أن قبل 20 يوم من اغتيال الرجل أن هناك مخطط لاغتياله. كذلك بماذا نفسر أن العكرمي تحول من قاضي في قاضي تحقيق على 13 في قضية شكري بالعيد إلى اليوم إلى متهم في هذه القضية، ومتهم بماذا؟ بإخفاء بعض من الدلائل. يعني أعتقد أن اليوم نحن في مسار فتح للعديد من الملفات كي تحسم، لأنه عدم حسم هذه الملفات.